نكمل اليوم ما بدأناه من دروس الحاسب وتقنية المعلومات للمستوى السادس مسار التحفيظ. وحدتنا اللي شرحناها سابقا هي عمارة الحاسب الآلي. هذه مواضيع الوحدة تقريبا، أخذنا أغلب المواضيع، بقي لنا الموضوع الأخير عمارة الحاسب المحمول. أخذنا في الدروس السابقة عمارة اللوحة الحاضنة، عمارة المعالج، وتعرفنا أيضا على أجهزة حفظ البيانات المختلفة في الحصة السابقة. نكمل اليوم الأهداف التي لم نتطرق لها، هي الهدفين أو عفوا الهدف الأخير، وهو أن يفرق الطالب بين عمارة الحاسب المحمول وعمارة الحاسب المكتبي. إذن درسنا اليوم هو عمارة الحاسب المحمول، موجود في الكتاب من الصفحة 127 إلى الصفحة 129. نبدأ. في الأوان الأخيرة انتشر الحاسب المحمول بشكل كبير، حيث أن نسبة انتشاره أكثر بكثير، بدأت في التزايد من عام 2012 ميلادي وأخذت في التزايد بشكل كبير. ما الذي جعل الحاسب المحمول يتفوق أو ينتشر بشكل أكبر على الحاسب المكتبي؟ ما أسباب انتشار الحاسب المحمول؟ الزيادة مطردة، وكل سنة يكون انتشار الحاسب المحمول أو مبيعات الحاسب المحمول تكون أكبر بكثير من الحاسب المكتبي. لماذا؟ ما الذي يبحث عنه المستخدم في الحاسبات المحمولة وغير موجود في الحاسبات المكتبية؟ إذن ما الذي يميزها؟ لو فكرنا قليلا لوجدنا أن ما يميزها هي هذه الكلمة محمول، فهو حاسب محمول أي متنقل. ما الذي يجعل الحاسب متنقل وما الذي يجعل الحاسب ثابت؟ نقطتين رئيسية. ما يجعل الحاسب قابل للحمل أو النقل من مكان إلى آخر هو عدم احتياجه لسلك مباشر ليوصله بالطاقة الكهربائية، فإذا ما يميزه هو وجود بطارية يمكن شحنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الحجم، فحجمه صغير يمكن حمله ويمكن نقله. إذن هذه من أهم المزايا. طيب، إذا نظرنا في عمارة الحاسب المحمول لوجدنا أن هذه النقطتين هي أهم ما يميز الحاسب المحمول. إذن البطاريات من أهم المزايا التي يبحث عنها المستخدم عندما يريد أن يشتري حاسب محمول. ما القطع الموجودة في الحاسب المحمول والتي تستهلك طاقة كهربائية أكثر؟ إذن إذا أردنا أن نطور من عمارة الحاسب المحمول أو من مميزات الحاسب المحمول، فنحن دائما ننظر إلى مسألة البطارية ومسألة عمر البطارية، وهذه أهم ميزة قد يسوق لها المنتجون في تسويقهم للحاسبات المحمولة. فمثلا قد يقول أن البطارية قابلة لأن تبقى 6 ساعات أو 8 ساعات متواصلة من العمل، فهذه هي الميزة الأساسية. إذا كان عملهم على تطوير موضوع استهلاك الطاقة، ما الذي ينقص الطاقة؟ إذا استطاعوا أن يجيبوا على هذا السؤال استطاعوا أن يطوروا من الحاسب المحمول ومن قدرته على استهلاك أقل للبطارية أو للطاقة. لو فكرنا قليلا في ما هي القطع الموجودة والتي تستهلك أكبر قدر من الطاقة حتى نطورها ونجعلها أقل استهلاكا للطاقة، لوجدنا أن المعالج وهو العقل المدبر أو العقل الذي يتحكم في كافة الأعمال والمهام الموجودة في الحاسب الآلي هو أكثر قطعة تستهلك الطاقة. ولذلك دائما نجد أن المعالج عندما نفتح لوحة النظام يوجد عليه مشتت حرارة ويوجد عليه مروحة، وذلك للحفاظ عليه دائما في درجة حرارة معتدلة، لأنه يستهلك طاقة كبيرة واستهلاك الطاقة يولد حرارة. أيضا الدوائر المتكاملة الشيبسيت 1 والشيبسيت 2 أيضا هذه من أكثر الدوائر التي تستهلك الطاقة، فإذا هذه القطع الإلكترونية تستهلك الطاقة في بشكل كبير في الحاسب المحمول أو في جميع الحاسبات بشكل عام، ولكن يطورونها في الحاسب المحمول لتكون أقل استهلاكا للطاقة. إذن أصبح تخفيض استهلاك الطاقة هو هاجس المطورين في صناعة الحاسبات المحمولة. كيف يتم ذلك؟
دعونا نفكر قليلا. الآن لو طرحنا سؤال بالنسبة للجوال أو الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي، إذا ضعفت بطارية جوالك ما العمل؟ إذا مثلا ضعفت البطارية وأنا في مكان لا يوجد فيه مثلا كهرباء، أو لا يوجد الشحن غير متوفر معي، أو في مكان عام لا أملك طريقة للشحن، ما الذي يمكن عمله في مثل هذه الحالة؟ لو فكرنا قليلا لوجدنا أنه من الحلول المطروحة عندما لا يتوفر وسيلة للشحن، لا بطارية ولا سلك ولا كهرباء، نجد أول عمل هو وضع خصائص استهلاك الطاقة على الوضع الأدنى. فإذا هذا العمل هو أول شيء يمكن أن نقوم به عندما تقل بطارية الجوال. نفس العمل بالضبط أو نفس الفكرة نقوم بها عندما يعني عند تصنيع الحاسبات المحمولة. إذن لو فكرنا قليلا، هل يختلف معالج الحاسب المحمول عن غيره من أنواع الحاسبات؟ هل قدرة أداء المعالج في الحاسب المحمول تساوي أو أقل من أو أكبر من الحاسب المكتبي؟ بعد الشرح سنتعرف على الإجابة. في عمارة المعالج، معالج الحاسب المحمول، ما الذي يمكن عمله لتقليص استهلاك الطاقة؟ هذا لو تتذكرون هذه الرسمة موجودة في بنية المعالج عندما درسناها في بداية الوحدة. هذه بنية المعالج بشكل عام. طبعا لو لاحظنا يوجد لدينا 4 وحدات عاملة أو 4 أنوية، يوجد لدينا 3 من الذاكرة الكاش أو الكاش ميموري. في الحاسب المحمول ما الذي يمكن عمله؟ طبعا كل هذه تستهلك طاقة كهربائية سواء كانت الوحدات العاملة أو الذاكرة. فإذا ما الذي يمكن عمله في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالة لصناعة الحاسب المحمول تقليل استهلاك الطاقة، نقوم بتقليل الوحدات العاملة. فمثلا بدل أن تكون 4 أو 6 وحدات عاملة أو 8، غالبا في الحاسبات المحمولة تكون 2 عاملة أو 1 عاملة. هذا بالنسبة للوحدات العاملة. أيضا ما الذي يمكن تقليصه؟ الذاكرة الكاش. فيمكن الاستغناء عن بعض أو العدد من الذاكرة الكاش الموجودة في المعالج. بهذه الطريقة يمكن، يعني هذه أحد الطرق المستخدمة لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في المعالجات الخاصة بالحاسبات المحمولة. وبذلك أصبحت المعالجات المصنعة للحاسبات المحمولة أصغر. فمثلا شركة انتل وAMD الخاصة بصناعة المعالجات أصبحت تصنع أنواع خاصة من المعالجات للحاسبات المحمولة، وغالبا يسحب اسمها حرف U أو حرف M للدلالة على أنها خاصة بالحاسبات المحمولة وتستهلك طاقة أقل. إذن هذه بنية شكل تقريبي لبنية المعالج في الحاسب المحمول. قللنا من عدد الوحدات العاملة وقللنا من الذاكرة الكاش. ماذا أيضا؟ إذن يوجد أيضا خطوات أخرى لتوفير استهلاك الطاقة. من هذه الخطوات إغلاق بعض الوحدات في حالة عدم استخدامها. فإذا كانت بعض الدوائر الإلكترونية غير مستخدمة يتم إغلاقها، أو يعني أي وحدة من أو مكون من مكونات لوحة النظام أو الحاسب المحمول لا يستخدم يتم إغلاقه. أيضا تشغيل على السرعات الدنيا لمولد النبضات. فإذا المعالج يكون على السرعات الدنيا غالبا، فتكون سرعته أقل من سرعة الحاسب المكتبي بشكل عام، يعني بشكل عام الموضوع. فإذا سرعة النبضات تكون أقل. تقليص حجم الذاكرة الكاش كما ذكرنا في الرسم السابق، وتقليل عدد الوحدات العاملة. كانت هذه الـ4 خطوات أو الـ4 نقاط هذه هي الأساس في تقليص استهلاك معالج الحاسب المحمول للطاقة. فإذا في الحاسب المحمول عدد الوحدات أقل، الذاكرة الكاش حجمها أقل، يكون التشغيل على سرعات أقل، وتغلق بعض الوحدات في حالة عدم استخدامها. هذا لتوفير استهلاك طاقة المعالج في الحاسب المحمول. وذكرنا أن المعالج هو أكثر قطعة تستهلك طاقة، فلذلك كان التركيز عليه في تصميم الحاسبات المحمولة. هذه النقطة الأولى. لو
إذا انتهينا من وح المعالج واستهلاك الطاقة. إذا قلنا لتوفير استهلاك الطاقة كان التركيز على تغيير بنية المعالج بالأربع نقاط اللي ذكرناها. ننتقل إلى نقطة أخرى أو طريقة أخرى لزيادة أو تحسين تصنيع الحاسبات المحمولة. أخذنا الفورم فاكتور أو المقاسات القياسية للحاسبات. لو لاحظنا هذه اللوحة الحاضنة للحاسب المكتبي، فبالتالي بما أن الحاسب المحمول أقل سيتغير حجمها، ستكون أقل. طب هل هذا يؤثر على قدرة المعالج، على قدرة الحاسب المحمول، على قدرة الحاسب، يعني هل تختلف القدرة؟ سنرى ذلك. إذن الحجم سيكون بهذا الشكل تقريبا، قد يزيد أو ينقص. هذه لوحة حاضنة لحاسب مكتبي، وهذه لوحة حاضنة لحاسب محمول. ما الذي يمكن عمله لتقليص الحجم؟ كيف يمكن أن نقلص الحجم، حجم اللوحة الحاضنة في الحاسب المحمول؟ ما الذي يمكن الاستغناء عنه في اللوحة الحاضنة الموجودة في الحاسب المكتبي؟ طيب نرى ذلك. لو افترضنا هذه الآن أمامنا لوحة حاضنة لحاسب مكتبي، ما الذي يمكن الاستغناء عنه؟ أولا ذكرنا أن عدد الوحدات العاملة في المعالج، إذا كان الرسم واضح نشير هنا، ستكون أقل، وبالتالي المعالج سيكون حجمه أقل. الذاكرة، لاحظي هنا فتحات، أو لاحظ فتحات الذاكرة، يمكن الاستغناء عن بعض فتحات الذاكرة، كما أن حجم الذاكرة أو الرام سيكون أصغر في الحاسب المحمول بهذا الشكل. أيضا ما الذي يمكن أن نقلص منه؟ يوجد لدينا المنافذ في الحاسبات المحمولة، نجد أنه لا توجد جميع أنواع المنافذ، مثلا هذا غير موجود، أحيانا الـ VGA هذا غير موجود، هذا غير موجود، الـ USB أحيانا تكون فقط فتحة أو فتحتان، هذا غير موجود، أحيانا الشبكة تكون موجودة وأحيانا غير موجودة حسب حجم الحاسب المحمول. أيضا فتحات الصوت غالبا يكتفى بفتحة واحدة وأحيانا فتحتان إذا كان الميكروفون غير مدمج أو اللاقط، فيكون فتحة واحدة، هذه غير موجودة. يتم أيضا الاستغناء عن فتحات بطاقات التوسعة أو شقوق التوسعة، وبالتالي فإن حجم اللوحة الحاضنة يكون بهذا الشكل، سيتقلص ليكون بهذا الشكل ممكن. فإذا فتحة الصوت ستكون مثلا لو افترضنا أنها هنا، سيكون حجم اللوحة الحاضنة الربع تقريبا أو الثلث حسب حجم الحاسب المحمول. فإذا هذا بالنسبة لتقليص إمكانيات اللوحة الحاضنة أو تصميم إمكانيات اللوحة الحاضنة. إذا ما الذي قلصناه؟ أيضا يمكن الاستغناء عن فتحات وحدات التخزين مثلا الخارجية، عفوا الداخلية، فمثلا لا يوجد محرك أقراص ضوئية، القرص الصلب يكون صغير، ونكتفي بإضافة وحدات تخزين خارجية. إذن لتقليص حجم اللوحة الحاضنة تم استخدام معالج وقطع إلكترونية أصغر، قلصنا عدد منافذ الإدخال والإخراج، ألغينا فتحات التوسعة، قلصنا حجم الذاكرة العشوائية، واستخدمنا نوع واحد من أجهزة الحفظ غالبا اللي هو القرص الصلب، وإذا احتجنا غير ذلك فيمكن توصيلها بوصلات خارجية، وحدات تخزين خارجية. إذن هذا كان بالنسبة لتقليص حجم اللوحة الحاضنة في الحاسب المحمول. بذلك نكون أنهينا آخر درس في الوحدة. نبدأ الآن بمراجعة الوحدة. إذن انتهينا اليوم من عمارة الحاسب المحمول، وذكرنا فيها نقطتين أساسية اللي هي تقليص حجم اللوحة الحاضنة وتقليل استهلاك الكهرباء في المعالج. مراجعة سريعة للوحدة، ماذا أخذنا أو ما أهم الدروس اللي تعلمناها في هذه الوحدة؟ تعلمنا عمارة المعالج، مما يتكون المعالج، ذكرنا أنه يتكون من وحدة الحساب والمنطق، يتم فيها حساب العمليات الحسابية والمنطقية كالجمع والطرح والضرب والقسمة، يتم فيها أيضا عمليات المنطقية كالمقارنة وغيره،
يتم هذا بالنسبة لوحدة الحساب والمنطق. يوجد لدينا أيضا المسجلات تحتوي على عدد من الخانات لحفظ البيانات والنواتج قبل وبعد إجراء العمليات. أيضا لدينا وحدة التحكم. وحدة التحكم يوجد بها عدد من المكونات مثل عداد البرنامج يحتوي على رقم التعليم التالية، يحتوي على مسجل التعليمات ويكون فيه الأمر الحالي الذي ينفذ، ومحلل التعليمات الذي يحلل ماذا نريد في هذه التعليمة، مثلا جمع عددين نحتاج عدد الأول والعدد الثاني ونحتاج الناتج. يوجد أيضا دوائر إدارة الذاكرة. دوائر إدارة الذاكرة تدير نقل البيانات من وإلى الذاكرة. هذا باختصار كانت البنية الأساسية للمعالج. أيضا ماذا تعلمنا في هذه الوحدة؟ تعلمنا ما هو المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور، وذكرنا أن المعالجات عندما بدأت كانت كبيرة الحجم وبدأت تتطور. ما الذي أحدث هذه النقلة في بنية المعالجات؟ اللي هي اختراع الدوائر المتكاملة. الدوائر المتكاملة تحتوي على عدد ضخم جدا من الدوائر الإلكترونية تبنى على شريحة صغيرة من السيليكون. هذا الصغر في الحجم ساعد في انتشار المعالجات الدقيقة ودخولها في عدد كبير من الأجهزة المنزلية، من أجهزة المراقبة، في الأسلحة، في جميع الأجهزة مثل السيارات، الطائرات إلى آخره. أصبحت جميع الأجهزة تقريبا تعتمد على وجود معالجات بداخلها لتنفيذ العمليات، وأصبحت المعالجات الآن كلها معالجات دقيقة. فإذا ذكرنا كلمة معالج نعني بذلك المعالج الدقيق. أيضا ماذا تعلمنا؟ تعلمنا مكونات اللوحة الحاضنة. اللوحة الحاضنة هي اللوحة الأم أو الرئيسية، وهي أكبر قطعة في الحاسبات موجودة في داخل الحاسب. ماذا يوجد في اللوحة الحاضنة؟ يوجد في اللوحة الحاضنة هذه قاعدة المعالج. إذن هذه قاعدة المعالج تثبت فيها الدبابيس المعالج. إذن هذه القاعدة. أيضا ماذا يوجد؟ الشيبسيت 1 أو الدوائر المجمعة الأولى، وتكون عبارة يعني هذه الدوائر قريبة من المعالج. وأيضا الثانية، المجموعة الدوائر المتكاملة الثانية تكون قريبة من المعالج. ولماذا تكون قريبة؟ ليكون نقل البيانات بسرعة كبيرة ما بين المعالج والوحدات الأخرى. فمثلا الدوائر المجمعة الأولى تنقل البيانات من الذاكرة إلى المعالج، الدوائر المجمعة الثانية تنقل البيانات من منافذ الإدخال والإخراج إلى المعالج. فكل وحدة لها وظيفة وتكون قريبة يعني من المعالج لضمان سرعة نقل البيانات. أيضا ماذا لدينا في اللوحة الحاضنة؟ لدينا هنا شقوق التوسعة. شقوق التوسعة لإضافة كروت مثلا مثل كرت الصوت، كرت الجرافيكس، أي كروت الشبكة أحيانا، ولكن أصبحت الآن مدمجة في أغلب الأجهزة. فهنا لو أردنا إضافة كروت أخرى لتوسعة قدرات الجهاز فيمكن إضافتها بكل سهولة للجهاز. أيضا توجد مكان أو يوجد في اللوحة الحاضنة مكان لبطارية، وهذه البطارية خاصة بحفظ التاريخ والوقت على الجهاز. حتى لو تم إغلاق الجهاز لفترات طويلة نفتح الجهاز التاريخ والوقت موجودة بسبب وجود هذه البطارية. أيضا لدينا شقوق للذاكرة. فشقوق الذاكرة ممكن هذه تكون شقوق التوسعة، شقوق الذاكرة السودة هذه، فهذه ممكن تكون للذاكرة، توسيع الذاكرة. لما عند شراء الجهاز يكون موجود فيه ذاكرة، ولكن عندما نريد أن نزيد من قدرة الجهاز على فتح برامج، زيادة استيعاب الجهاز لبرامج أكبر إذا كان المعالج يتحمل ذلك، فنقوم بزيادة الذاكرة وتركيبها هنا. لدينا قبل اللي هو الروم، وتحتوي على نظام البي آي أو إس، وهي ذاكرة القراءة الثابتة فيها الأوامر الأساسية لبدء تشغيل الجهاز. أيضا لدينا منافذ لتوصيل الهارد ديسك، لدينا منافذ لوحدات الإدخال والإخراج الخارجية. فإذا هذا بشكل عام مكونات اللوحة الحاضنة. أيضا لدينا كوابل لوصل مصادر الطاقة الكهربائية بلوحة النظام. هذا بشكل عام ما أخذناه في اللوحة الحاضنة. ثم بعد ذلك أخذنا بالأمس
أجهزة حفظ البيانات، تعرفنا على أهم الأقراص، قارنا ما بين القرص الصلب المغناطيسي الـ HDD والقرص الصلب الإلكتروني. القرص الصلب الإلكتروني هو الأحدث، يحتوي على رقاقات ثابتة غير متحركة، ولذلك لا نسمع له صوت ويكون هادئ. هنا يخزن البيانات بطريقة مغناطيسية، وهنا يخزن البيانات بطريقة إلكترونية، مما يجعل الوصول للبيانات أسرع. التكلفة، طبعا القرص الصلب الإلكتروني عالية تعتبر مقارنة بالصلب المغناطيسي. سرعة القرص الصلب الإلكتروني أسرع ب 120 مرة من القرص المغناطيسي، وهو أخف وزنا، وكما ذكرنا أنه هادئ بدون صوت. تعلمنا أيضا بالأمس الأقراص الضوئية، يوجد 4 أنواع من الأقراص الضوئية، CD Rewritable، ويمكن الكتابة عليها أكثر من 1000 مرة. سعة الواحد منها حوالي 700 ميجا بايت. DVD Rewritable، وأيضا يمكن الكتابة عليها أكثر من 1000 مرة، ولكن سعتها أكبر بكثير من CD. والDVD زائد بدلا من الناقص، نفس مواصفات DVD Rewritable، ولكن هذه تتميز بتحسين نظام الكتابة وإدارة الأخطاء، بما يضمن تحسين القدرة على البحث عن البيانات المسجلة في القرص. وأخيرا ظهر البلوراي ديسك، وهذا يصل قدرة في التخزين إلى 25 جيجا بايت، وإذا استخدمنا الوجهين سيكون 50 جيجا بايت. تعلمنا اليوم توفير استهلاك الطاقة في الحاسبات المحمولة، ذكرنا الأربع نقاط التي توفر استهلاك الطاقة، وهي وجود عدد أقل من الوحدات العاملة في المعالج، تقليص حجم الذاكرة الكاش في المعالج، التشغيل على سرعات دنيا، إغلاق الوحدات الغير مستخدمة. أيضا لتقليل أو تقليص حجم اللوحة الحاضنة في الحاسب المحمول، تم استخدام معالج وقطع إلكترونية أصغر، تم تقليص عدد منافذ الإدخال والإخراج، ألغينا فتحات التوسعة، قلصنا حجم الذاكرة العشوائية، واستخدمنا نوع واحد من أجهزة الحفظ، وإذا احتجنا أكثر يتم استخدام أجهزة حفظ خارجية. كان هذا هو نهاية هذه الوحدة أو الدرس الأخير في هذه الوحدة. يمكنكم الرجوع للكتاب لمزيد من المعلومات ولمزيد من التفاصيل. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في الوحدة الأخيرة.